انا سميتي هنيه، هنيه خويره. انا كنت خدامه على راسي، انا امراه ارمله، راجلي ميت وعندي وليد ومات راجلي، وبقيت خدامه على دارنا وبقيت خدامه على العائله ديالي. دابا كتب الله انني مرضت وانا مرضوا لي رجلين ديالي، بقاو كيديو يجيبوا فيا هذه 5 شهور وما كيديو كيجيبوا فيا، كيقول لي دي هاد السكانير، ديري هاد السكانير بسبب ديال الفلوس. دابا درت، دابا درت 2 سكانيرات درتهم بمليون. دابا انا من السكانير قالوا لي بوشي لك العروق عندك في رجلين، عندك العروق بوشين في رجلين، وما قالوش لي المرض الرئيسي اللي عندي، ما قالوش لي راه عندك لا طونسيون، وما قالوش لي راه عندك السكر. هنا في السبيطار يعني بقاو كيقولوا لي مارك، بقاو ماركينه غير على كيقول لي عندك العروق. ملي مشيت درت ما كانش من الاول، يعني هما قالوا لي حاجه كيقول لي عندك العروق بوشين ديري لنا السكانير. درت السكانير الاول ب 99 ودرت الاخر عاوتاني ب 99، يعني مليون قل شي حاجه. هما هادو ما عدي جبتهم اليوم. دابا ملي كنجي كنتفاجئ انني كندخل عند الطبيب، كندخل عنده كيقول لي ما عندك حتى مشكل في العروق، بيد ما انا راه عندك السكر اللي دار لك بحال هكايا، خاصك تتابعي في 34 مستعجله. هما اللي قادرين يحيدوا لك هذا الميكروب ويكرطوا لك، ما تزيديش تفوتي 2، الا فتي 2 راه غادي يقطعوا لك رجليك بجوج. غيقطعوا لي رجلي بجوج، حيت دابا قطعوا لي 2 صباع. ما قالوش كيقول لي عندك غير العروق بوشين. انا بقيت كنجري على دوك العروق بوشين، يعني باش كندير السكانير وكنطلع وكنهبط وكنطلب ونطلع ونطلب الناس وكنمشي عند الناس ونطلب باش درت هاد السكانيرات. دابا لما كرتش قال لك رجليك غنقطعوهم، لا لا الميكروب غيطلع، هاد الميكروب كيطلع. دابا هاد الميكروب كيطلع لان قطعوا لي 2 صباع من هاد رجلي، ورجلي تقبت من الفوق، وهنا قطعوا لي 2 صباع ونص تاع رجلين ديالي ورجلي تقبت من التحت. يعني قال لك ضروري خصنا نديروا لك واحد العمليه باش هذا مريزكو. هنا مريزكو صيفطوني 34 34 هما اللي مكلفين بالتعفونات وبداك الشيء ديال الحرق، هما اللي كيلصقوا الجلد. دابا ملي مشيت عندهم الصباح هما كيديو كيجيبوا فيا، كيديو يجيبوا فيا. دخلت عند مولات السكر، خرجت لي الانسولين، قالت لي عندك السكر طالع، خرجت لي خصني ندوق الانسولين ضروري، خرجوا لي الفانيل ديال الميكروب، خرجوا لي الفانيل ديال الصداع. دابا خاصني هذاك سميتو 34 اللي مشيت ليها، قال لك حنا غنجي عندنا 28 يعني بلاصه الرونديفو. كيقول قالوا لي حاله مستعجله وانا خصك تجي عندنا باش ندخل الطبيب. خاصني ناخذ الرونديفو حتى نهار 2، على حساب نهار 2. دابا الرونديفو اللي خصني ناخذه اليوم، انا الرونديفو راه مشى الحال، باش دابا راه حبسوا السيستيم، حبسوه. دابا انا خصني نمشي ل 34 8. عطاوني رونديفو، قال لك ضروري نهار 2 باش تجي عندنا نشوفوك هنا في 28 باش نعمروا لك ورقه فين غادي تمشي تحيدي هذا الميكروب. هما كيديروا العمليه الكبارين تما في 34، يعني حيت ما عديش الفلوس، ما دخلني حتى واحد، ما بغى حتى واحد يستقبلني. والطبيبه كتقول لك غتجي عندي نهار 2 مع 8 الصباح، خاصك تكوني عندي باش تدخلي عندي ل 28 بلاصه الرونديفو. بلاصه الرونديفو خاصك تدخلي باش نعمروا لك ورقه باش يشوفك الطبيب الكبير تما، باش يشوفك باش غيحيدوا لك هذا الميكروب، نديروا لك عمليه باش الميكروب ما يطلعش لك رجليك نوليو قاطعين لك رجليك. فقال لك ضروري. دابا انا بقاو معطليني معطليني، ملي جيت نشوف بلاصه الرونديفو خاصني نشدوا في السيبيريني. السيستيم حبس مع 12، السيستيم حبس مع 12، حبسوا مع 12، حبسوا. دابا يعني صيفط لواحد السيد قال لي انا غادي نشوف غنتكلف لك، ولكن انا خاصني نجي عند نهار معدي نهار 2، ما عندي والو، ما عندي لا حنين لا رحيم. انا كنطلب من الناس والمحسنين اللي كيشوفوني، هذا الشيء راه ماشي كذوب، انتم كتشوفوني، كتشوفوا رجلين ديالي، كتشوفوا حالتي. انا غنمول لابيلانس، اللي دار معايا خير، اللي دار معايا خير باش جابني، باش جابني. انا كنت كنسكن غير هنا في المدينه في باب مراكش، وملي مرات وقع لي هذا المشكل مشيت عند امي اللي هي قليله الصحه باش تقابلني في الجديده، وانا متبعه هنا في مريزكو، يعني خاصني ندي بلاصه من الجديده حتى لمريزكو، خاصني ندي بلاصه من الجديده. يعني انا كنطلب الناس انا ويوقفوا معايا، انا بيعاونوني، انا برا الميكروب غيطلع لي رجليا وغيوليو قاطعين لي، وما عندي حتى حد اللي غيقابلني، ما عندي حتى شي واحد اللي غيقابلني، ما عندي حتى شي واحد اللي غيقابلني. يعني بغيتكم توقفوا معايا، انا دخلت لديوركم وطلبتكم ودقيت باب عليكم باش توقفوا معايا باش تتعاونوني. باش قالوا لي اللي فتي الاثنين راه الرجلين ديالي غيتقطعوا، يعني راه صافي الميكروب كيطلع دغيا كينتشر. يعني انا لقيتو تعاونوني عاونوني، انا راه ما بيدي حيله، راه ارمله، راه ما عندي حتى شي واحد اللي غيوقف معايا ولا اللي غيعاونني ولا اللي غيهزني ولا
اصلا هاد المده الشهر اللي جلس عند امي انا قنتات بيا، لان ما عنديش فلوس، وكتقول لك انا ما كتقدرش تنوض تسمد لي جغبط المانك. 06 69 53 78 96